عن الإكراهات التي تنتظرنا صباحا. وقبل ذلك أخبر سكان مدينة زيو أن لجنة متابعة المجلس الوطني لدعم 20 فبراير كانت في اجتماع هذا المساء، بلغناها ما يقع في مدينة زيو، نصبت لائحة من المحامين ستكون حاضرة وستقوم بقافلة من الرباط في اتجاه زيو. لأننا في لجنة متابعة من أجل إطلاق سراح معتقلي 2 مارس، نعتبر مدينة زايو محاصرة، نطالب برفع الحصار، نحمل وزير العدل ما يقع على مستوى محكمة الابتدائية بالناظور. نعلن باسم لجنة المتابعة طلبنا إيفاد لجنة على مستوى وزارة العدل ووزارة الداخلية للتحقيق في ملف أحداث 2 مارس، ونلتمس من كل الحقوقيين على الصعيد الوطني تشكيل لجنة للتحقيق في ما وقع في مدينة زيو. والذي يبدو أنه مسلسل انطلق من بوعرفة وشهدته الحسيمة، والآن جاء دور زيو، ولكن هؤلاء المواطنين يحتضنونك يا مدينة زيو.